De tous les programmes, de... 4 000 en totalité, c'est 535. On a des efforts sur ce chantier des bonnes sakanat lazm tous. إن الدولة تسخر أموال باش نبني هاد السكنات بكل وما بين يستفيد خلاص طلبنا قبل في 2019 الوزير السابق كمال بن جود طرحنا ليزيكيبو بصح ما فهمش ذاك الوقت ما قدرش يفهم الإشكالية مام ليزيكيبو ماشي الإشكالية ليزيكيبو دونك نافيكتيو ليزيكيبو اليوم فا دوطي للاخر يتوزعوا مش مشكلة مش قضية ليزيكيبون السكنات كاينين يتوزعوا ندير ترونسبور ندير نوفر النقل نوفر الاخر للسكنات يقعدوا هكذا حتى نخلص من دونك كاين نظرة استشرافية وكاين ميدان عمل ميداني وراح تكون متابعة ميدانية راحش تبقى هضرة ووعود ولا وعود كاذبة ما نبدش ما نقولش حاجة وما نقدرش نقول أنا هذا تعني وإن شاء الله ربي إن شاء الله نعاود نولي ونحط الحاجة بالأساس كيف كيف تاع المشاريع وجودي في 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 المناعة والاهتمام تاعي بالتجزئات وبلا بيطريرات باسكو على بالي بلي هذا هو المطلب تاع معظم المواطنين والاشكاليات اللي طرحتها تاع القطاع الارضيه اللي عندهم اعانات وما عندهمش الارض الحل راه اتخذ القرار فيه وراح يطبق بلا مزيتي خدام وسالك عليه التجزئات لي فيردي اللي راك تقول روطار وماشي روطار صح اي سون روطار نهضروا لغه الصراحه اي سون روطار واش شفت ما عجبنيش الحال وقلتها للاطارات نتاعي وراح نتابعها بطريقه خاصه المدينه الجديده والقطب الحضاري ومن حسن حظ المنيعان عندها زوج حوايج مدينه جديده وقطب حضاري وبلا القطب الحضاري وبلا المدينه الجديده موجود شحال لا ريزيرف فونسيير دي جي شحال لا ريزيرف فونسيير اكثر من 50 هكتار بلا هاد بلا واش رانا نهيئ الان اكثر من 50 هكتار موجود واحد ما يحتاج يروح ينحي الواحه نتاعو بربي ان شاء الله وفي المرحله الجايه ان شاء الله ما كانش مواطن يروح يقيس الواحه نتاعو
وتم تم بعثنا رساله في شهر ماي شهر أفريل للوالي باش يدير طلب ترخيص انشاء تجزئات اجتماعيه اخرى، والملف تبعت من الولايه للمصالح المعنيه باش نقول لك رانا في استباقيه على بالنا واش راهو صاري في ارض المينا. الولايه الفاتيه ولايه المنيعه كانت لنا زياره في الصباح مع السلطات المحليه الى القطب الجديد، القطب العمراني الجديد اللي هو في طور الانجاز، يعني قطب المنيعه وحاسي القراض، يعني نقول انه فيه بعض التاخر، راح نعمل اكثر، فيه مجهودات لازم تعمل على المستوى المحلي. الاطارات التي يعني وضعت في تم يعني تنصيبها على راس في الولايه فيما يخص قطاع السكن، سدينا لها تعليمات، لانه تقريبا 1600 وحده سكنيه هي الان منجزه في القطب، مش ممكن نخليو هاد السكنات في هاد في هاد في هاد في هاد يعني نسبه الانجاز. فيه عمل لازم نقوم به فيما يخص التهيئه الخارجيه. شاكر السلطات المحليه على راسهم السيد الوالي لمد أهمية كبيرة للقطب وحتى للمدينة الجديدة، يعني المدينة الجديدة اللي راح المنيعة اللي راح نزورها الآن، ومن تعليمات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه هذه المدن الفتية، هذه المدن الجديدة اللي نقوم بإنشائها على المستوى الوطني فيما يخص السيد عبد الله ولا بوينان ولا حسيم سعود ولا المنيعة اللي هي داخلة في لوسنات لو شيما ناسيونال داميناجمون دو تيريتوار، اللي تخلي يعني ان سيرتان ايكيليبر ريجيونال واحد توازن جهوي. راح نمد اهميه للمدينه الجديده. تم يعني وضع نافيكتي في القطب الجديد تقريبا ثلث مشاريع يعني تجهيزات، فيه مدرسه، فيه ثانويه، وفيه ان سويم لي اولى ولا سيرتي والمقر الامن اللي راح ان شاء الله في الثلاثي الاول تاع 23 نبدا مباشره العمل فيهم. ان شاء الله نمد الاهميه اللازمه للقطب العمراني هذا اللي يخلي يعني طلبات السكان على في الولايه نمتصهم بالقطب العمراني الجديد هذا، وان شاء الله نكون في عند حسن عند المواطنين لمواطنين ولايه المنيعه. 150 هكتار بيريمتر دو بروتيكسيون لليو دو لا ولايه المنيعه، هي 6 كيلومتر دو بول دو حسن قرا. المدينة الجديدة للمنيعة نشوف أنه فيه العملية إنجاز الطرقات المختلفة فيه تقدم، ظني أنه ممكن نعمل أحسن، لأنه نشوف أنه ما فيهش عوائق اللي تمنع أنه نعمل أحسن، يعني من ناحية الأعمال أو من ناحية الموارد المالية، كل الموارد المالية يعني موجودة وحاضرة متوفرة في الواقع باش نقوم بانجاز هذه المدينه الجديده. جينا اليوم باش نقوم بتوطين عده مشاريع، اون افيكتي دي زيكيبمون، اون افيكتي دي لوجمون. ان شاء الله بدايه سنه 2023 راح نرجع باش نقوم بوضع الحجر الاساس لهذه المشاريع باش نمشي في انشاء المدينه الجديده للمنيعه، باش المدينه الجديده للمنيعه تلتحق بركب جميع المدن الجديده اللي احنا رانا في قيد انجازها، باش تكون في نفس يعني الوتيره اللي مشينا بها حتى في سيدي عبد الله وحتى في بوينان. نفس الشيء راح نعمله في المدن الجديده اللي راهي في قيد الانجاز. من تعليمات السيد رئيس الجمهوريه نولي اهميه للولايات الجديده، نولي اهميه للمدن الجديده. وجودنا هنا يعني جاء يعني بعد الأوامر التي أسديت للقطاع
فيه ورقة طريق مبرمجة إن شاء الله باش ننطلق في سنة 2023 في تجسيد هذه المشاريع وننشأ المدينة الجديدة إن شاء الله.